سباق نماء ضمه الديوان. الديوان يا رباري يا ريبا يا رباري يا ريبا يا رباري يا ريبا يا رباري يا ربابا يا رباري يا ربابا يا رباري يا ريبا يا رباري يا ريبا يا رباري يا ريبا يا رباري يا ربابا يا رباري يا ربابا يا رباري يا ريبا شيء لا والله شيء الطاقي موجود الله ينفع كل شيء موجود كل شيء كان هنا كيك يا شيخ كان هنا كيك شوف كان. ما شاء الله بارك الله فيكم في هذا الكويس انك احنا سفراء الجمعيه شيخ لا لا سفراء صحيح اقسم بالله انك يا رب عطل لا وين يا شيخ ترجمه هذا اللقطه يا شيخ هلا والله اسمع يمديني اردها في يوسف وايد ايش نسوي حركه ايش في مقلب جديد ايش رايك جهز مقلب نصور مقلب يلا خلينا نفكر قفل وتعال روح حبيبي شوف هنا الشغل الحين سرقناها الان حقت الشيخ هذه التورته اللي كانت مع عباس سحبها يا جماعه احنا حطيناها بالثلاجه كان فيها عزم مع الاسف راح وحط عليها المويه وذا عشان تغير الالوان وانتم شفتوا فيه لون ازرق بس مو واضح انه افق ما افق فارجعوا نظروها بالاعاده لا تعيدونها يا ناس طيب خلاص يا شيخ قطعها ورجعناها بالله خلاص والله يموتوا انا احلف يجوا تسموا عباس انت سارق مخلص يعني منتهية هذه لها 5 أيام في الثلاجة عمري كيف؟ كذا صارت الكيكة لمين؟ الشيخ سلمان صح؟ ايه هذا الكلام من البنت ده تفضل هذه لك تكفى عود تكفى تكفى أنا حذرتك شوف يا أخوانا والله حذرتك لا والله جيك تسمم أنا أنت حر عباس والله جيهم تسمم لا 5 أيام في التلاجة العبودي ما شاء الله عنده أدوار كثيرة طرزان ما عليك أنا قريب أحش أنا أكمل اليوم فريق عزم جاي عشان شيء واحد فقط مع الانتصار هذا منتهينا منه والفائز فريق أفق لكن لنجعل الأستاذ علي العزازي ينطق بكلمة واو لا يعنيني ما الذي تقول الله يبارك فيك الله يبارك فيكم مو شوفوا شباب ترى في النهاية الفوز ده والله أنا قبل شوي حسيت بالمسؤولية تعرفين الفوز يعني شنو يعني حنمشي ننفذ المشاريع ده برنامج تاني يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله الله أنا ما قدرت أزورهم لأني مشغول معكم بس الشيخ عبد الوهاب الطريري صاحب المبادرات والوفاء ركب سيارته وراح زارهم في بريدة البارح جزاه الله خير عبد الله أهلين ومرحبتين أنا تابع أشوف شلون تابع البث من هنا والله حكام حكام هنا لا ما شوف طيب فين المكان بتاعك اللي تقدر عليه فريق يا عباس يا الله التفت علي باقي معاك 8 دقايق يا مثل شو يا عباس يا يوسف يوسف إنا لله وإنا إليه راجعون كيف أوصل له يا أخي الوقت يا أخي الوقت إنا لله يخصموا علينا
ايش اسوي له الحين؟ ايش اسوي له؟ سباقنا ماء ضمه الديوان.